تعتزم لجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة في الصين إنشاء ممر أخضر لنقل أعضاء الجسم البشري، وذلك من أجل جعل الحصول على الأعضاء وتوزيعها أكثر كفاءة والتقليل من تبذير الأعضاء البشرية المتبرع بها. وينطوي بناء هذا الممر الأخضر على عدة خطوات تشمل تحديد إجراءات التخليص السريع والنقل السريع ضمن الأولويات. كما أشار بيان اللجنة أيضا إلى أن السلطات المختلفة تحتاج إلى التعاون لضمان فعالية الممر، وشجع البيان المنظمات الاجتماعية على المشاركة في عملية نقل الأعضاء بالإضافة إلى وضع التدابير القياسية لنقلها. وقد وضعت اللجنة أيضا إجراء طوارئ لتقليل وقت النقل.